السلام عليكم. شكرا يا صوتي واضح له؟ واضح دكتور، واضح. اوكي. السلام عليكم جميعا. اليوم عندنا ندوة بخصوص قواعد نشر البحوث في المجلات العلمية الرصينة. الحقيقة هذه تعليمات قانون الترقيات مثلها، وإنما شيء بسيط من عندها اللي على أساسها إحنا نمشي على المجلات، يعني شلون نختار المجلات. أول شيء هذا عندي هنا، لا تشوفون الشاشة موجودة أستاذ مويد؟ موجودة دكتور. أوكي تمام. قانون ترقيات عطوة أغلبكم رقم 167 سنة 2017. نروح على المادة 9 من عنده. المادة 9 اشترط في المجلة العلمية المعتمدة في نشر البحوث لأغراض الترقية العلمية ما يأتي: أن تكون صادرة من هيئات جامعية أو مؤسسات علمية أو جهات متخصصة معترف بها. معترف بها نقصد بها يعني معترف بها من قبل وزارتنا، هيئات جامعية أو مؤسسات علمية أو جهات متخصصة معترف بها، أن تتبع المنهج العلمي في تحرير بحوثها ويحضر وينشر فيها التقويم العلمي. هذه النقاط السير ما أقدر أفصلها. أروح على ثانيا، تعتمد المجلات العالمية خارج العراق في حالة توافر أحد الشروط الآتية: أليف، توافر الشروط المنصوص عليها بالفقرة أليف وباء وجيم من البند أولا من هذه المادة. وينها هذه أليف وباء وجيم اللي هي هذه؟ أن تكون صادرة من هيئات جامعية أو مؤسسات علمية أو جهات متخصصة تتبع المنهج العلمي ويشرف عليها متخصصون. يعني المجلة العالمية اللي ما مفهرسة لا بسكوبس ولا بكلاريزيت ولا بالطبيعة اللي هي النيشر، لازم تكون بها هاي النقاط متوافرة: أليف وباء وجيم، تكون صادرة من هيئات جامعية أو مؤسسات علمية تتبع المنهج العلمي يشرف عليها متخصصون، لكن لازم يكونوا متوفرات. هذه أول نقطة أريد أركز عليها. ثاني نقطة، أن تكون ذات معامل سياسية في إمباكت فاكتر. بالنسبة لإمباكت فاكتر للمجلات اللي موجودة بالكلاريزيت، لازم يكون بها إمباكت فاكتر. الإمباكت فاكتر هو فقط اللي تمنحه كلاريزيت، ما تلنحى أي مؤسسة أخرى، فقط من كلاريزيت. أي إمباكت فاكتر آخر تشوفوه على المجلات ما مقبول، ما تعترف به وزارتنا. هذا الكلام اجى فيه تأكيد من قبل الوزارة. أكو عندنا هذا الكتاب رقم 7715، يقول الامباكت فاكتور فقط من ويب اوف ساينس اللي هي كلاريزيت حاليا، كلاريزيت اناليتيك. اوكي، اذا اي امباكت فاكتور اخر ما معترف به. ايضا اذا الامباكت فاكتور يساوي صفر او السايت سكور اللي هو بالسكوبس فقط يساوي صفر، البحث يخضع للتقييم. اوكي، حال المجله العالميه اللي ما مفهرسه. طبعا قلنا المجلة العالمية المفهرسة الغير مفهرسة لازم تكون صادرة من مؤسسة تعليمية حسب قانون الترقيات، حسب قانون الترقيات. اوكي، بعض الناس يعترضون على الاعتمادية اللي نمنحها للمجلة، يقولون ان هذه المجلة هي لا بسكوبس ولا بكلاريزيت، عالمية، ليش ما تعتبرونها عالمية؟ من نعطيهم المجلة غير معتمدة يقول لنا ليش هي صحيح لا بسكوبس ولا بكلاريزيت المفروض عالمية، ونقول قانون الترقيات هذا الظاهر يعني مو الكل طلعوا على قانون الترقيات بكل تفاصيله. هاي النقطة أحب أذكركم بها.
عندي عدة أدوات أختبر بها المجلات الرصينة العالمية. أول شيء عندي هو الـ ISSN Portal اللي هو أحدد الـ ISSN مال المجلة، أشوف المن تابعة هاي المجلة. مثلا عندي هذا ISSN، أكتبه بالـ ISSN Portal ينطيني الناتج، يقول لي هاي المجلة هي International Journal of Health Sciences. وين موقعها؟ كينيا، موقعها كينيا. زين الويب سايت مالتها هو هذا، ينطيني على اليسار، ادخل عليها واشوف. انطاني هذا الويب سايت بنفس الوقت، هاي المجلة بها هذا الموقع. زين انا ياها اختار، انا ياها اختار، أكو مشكلة. هاي المجلة لها أكثر من موقع، لها ثلاث مواقع زائد واحد بنفس الاسم لكن هو مو نفس المجلة. بالحقيقة مجلة كلاريزي سعودية، موضوعنا مو هذيك المجلة، موضوعنا هنا. أنا لما أشوف مجلة أول شيء شيكت الـ ISSN مالتها وطلع بيه شك، خلي أطلع على المجلة، خلي أطلع عليها، أو أروح أدورها بسكوباس مثلا. هاي المجلة بعد ما بحثت بها بسكوباس، خلي قبل لا أبحثها خلي أبدأ من البداية، أدخل على سكوباس بريفيو. سكوباس بريفيو الويب سايت، فقط تكتب scopus.com هو يطلع لك سكوباس بريفيو. أوكي، يطلع لك هذا الموقع أمامك. أدخل الـ ISSN مال المجلة هنا. انتبهوا، هذا احتمال تكون شارحة طويلة فما يعرفها ترى، خليها علامة الناقص بإيدك سويها. أدوس Find Sources، طلعت لي هاي المجلة، هي International Journal of Health Sciences. هاي المجلة هسه قدامي تصدر من جامعة، جامعة كينيا. هذا في الترشيح موشل بالخير. أوكي، اختصاصاتها Nursing، General Nursing و Social Sciences Education. أوكي، جد بيها بحوث هذه المجلة، بيها فقط 68 بحث، فقط 68 بحث. زين هل 68 بحث صورك موجودة على الموقع؟ هلا أشوف الموقع مال المجلة، أشوف هذا هنا من رقم 1 إلى 29 اللي هي الأعداد مالتها، الصفحات مالتها. أنا ليت لأنه شوية بطيئة هاي المجلة، أخذت هذا العدد Special Issue اللي هو رقم 8. جد بي بحوث منشورة حقيقة بـ 381 بحث، 381 بحث. تشوفون أستاذ مويد الشاشة تتحرك، صورة تتحرك. اي نعم دكتور. اوكي اوكي اوكي، فقط بهذا العدد أكو عندي 381 بحث. زين أبو سكوبس يقول هي بيها فقط 68 بحث، فقط 68 بحث. هذه هي يعني هذا شو 68 بحث. هذه يعني شلون انا اقسم عدد واحد عندي 381. اوكي، هذا عدد اخر، هذا عدد اخر اللي هو 9 سبيشال اشن 9. ايش قد بي بخوص ب 257 بحث، 257 بحث، أغلبهم أغلبهم من العراق مع الأسف، طبعا أغلبهم من العراق. هذا مش بحوث، إذا أخذ واحد من عندهم مثلا وأبحث بيه بسكوباس، أنا أخذت واحد من عندهم حتى أبحث بسكوباس، رحت على الـ DOI جبت
هذا الدي او اي اللي عرضته المجله امامكم ودست سبميت. يطلع لي البحث موجود على موقع المجله صحيح، يطلع موجود على موقع المجله هذا البحث موجود. وين سبيشال اشو؟ 9. هذا اذا تشوفون هنا سبيشال اشو 9. من اروح ابحث عن البحث بستوبرز مثلا هنا، انا بحثت عليه هنا أنا بالبحث ما لقيت يقول لي ما عندي ذيك الشيء. طبعا هذه انتم ما تقدرون تدخلون هاي الصفحه، انا فقط دا اشوفكم انتم ما تحتاجونها طبعا. شوف هنا يقول لي نو دوكيومنت ماتش يور كي وورد وير فاوند، ماكو هيك بحث. مع العلم هو البحث موجود على صفحه المجله. لا تشيل القصه. الدي او اي اشتغل. الدي او اي ما تشتغل. لكن بسكوبس ما موجود هذا البحث. اذا هاي البحوث وين؟ هاي فقط على صفحه المجله. هاي المجله اسمها International Journal of Health Sciences. اذا هاي المجله ما اقدر اعتمدها، ليش؟ لانه البحوث اللي بيها ما تنزل بسكوبس. كل البحوث مالتها عدد 68 موجودات بداخل سكوبس فقط. هذا اذا تشوفون عددهم فقط 68، بينما هي المجله ناشره الاف البحوث فقط على صفحتها، لكن بسكوبس ما نزل. هذه مجله مفترسه، او ما نقدر نسميها مفترسه، نقدر نسميها محتاله. بتحتال على الباحثين. همها الوحيد هو الفلوس. تاخذ الفلوس حط لك البحث مالتك على الصفحه مالتها وانتهى الموضوع. لكن بسكوبس ماكو، ما نزل بحثك. عندي مثال اخر لمجله اللي هي مو هذه، هذه المجله Journal of Positive School Psychology. هاي المجله اريد انشر بها بحثي. هي مجلة بسكوبس، مجلة بسكوبس، وهذا الموقع بيقول أنا يعني بسكوبس Q2 الـ SJR مالتها Q2. زين خلي أروح على المجلة داخل سكوبس، آخذ الـ ISSN مالتها وأبحث عليها. أشوف شو يقول لي هو هذه. أنا هنا بحث عليها، أشوفوها هو نفس الـ ISSN. اني ارجع السورسز. انتوا هاي الصفحه اللي قراتكم. اقول له تيست فايند سورسز. طلعت المجله بالفعل موجوده بسكوبس. موجوده وما يقول لي هذه ديسكونتينود يعني متوقفه، لا موجوده مستمره. هاي المجله بالحقيقه ناشره الاف البحوث، ناشرة على موقعها آلاف البحوث. مثال هنا هذا فوليوم 6 نمبر 6. طبعا هذه شهرية، المجلة شهرية كل شهر بها عدد. هذا العدد السادس سنة 2022، يعني مال الشهر السادس. كم بحث بي؟ هذا أنا مسوي سيرش قبل لا أبدأ ب 998 بحث. 998 بحث بهذا العدد فقط، بهذا العدد 998 بحث. بس وين من بسكوبس؟ ماكو بسكوبس، ماكو. حتى بسكوبس حجت البحوث مالتها. من اروح على السايت ستور مالتها اشوف بال 21 بها 52، وبال 22 بها 26، وما حاسب لها. شوف هذه هنا أنا. ما حاسب لها سايت ستوري عالمه بشكل رسمي بال 22، شوف بس بال 21. بال 22 فقط حاطه يمه هذا الحساب وما منزله. هذه
اذا تحسب عدد البحوث مالتها 250 زائد 26 ايش قد يصير؟ 58 78 مو صحيح؟ 78 بحث، هاي كل بحوثها. زين بعد هاي الالاف وين راح؟ هذا بعدد واحد 998 بحث. اذا هذه المجله انا ما اقدر اعتمدها، هذه مو مجله رصينه عالميا حتى استعملها لنشر بحوثي. هذا عدد واحد انا مختار، اذا اختار عدد اخر هذا كان السادس بال 22، خلينا نختار مثلا الخامس بال 22 نشوف ايش قد بيجي البحوث. هي شوية بطيئة، نشوف البحوث اللي فيها كنترول اف بي دي اف، بها 896 بحث، هذا بس العدد الخامس، وقبل شوية 900 وما ادري ايش قد 90، 896 هذا العدد الخامس مال الشهر الخامس، هاي كلها بحوث موجودة، بينما هي كلها بس 78 بحث بسكوبس موجودة، إذا هاي الآلاف وين راحت؟ إذا نستنتج ان هاي المجلة ما تفيدني لانه بحثي راح يضيع، هاي المجلة محتالة اهمها الوحيد هو المادة، تاخذ منك فلوس وتخلي بحثك على صفحتها الصفحة الرسمية مال المجلة، لكن ما ينزل بسكوبس، ما ينزل بسكوبس. واجا تعميم من الوزارة على بعض المجلات من ضمنها هاي المجلة والمجلة السابقة هذه International Journal of Health Sciences، اجى التحذير من هاي المجلات ومنعوا النشر بها لانه هاي المجلات تعتبر محتاله. اوكي، من ضمن النقاط اللي افحص فيها المجله مالتي حتى اقدر اعتمدها هاي المجله بالنشر العالمي، احنا موضوعنا هو النشر العالمي بالمجلات الرصينه، فانا من اريد اجي اتشيك المجله مالتي عندي هاي النقاط. اول شيء بديت بالاي اس اس ان نمبر، اكو مجلات يقول لك أنا موجود بالصين، يعني مثلا آخر كتاب إجانا من الوزارة بخصوص مجلة صينية، من نشيك الـ ISSN مالتها هنا تطلع المجلة مو بالصين، تطلع بهولندا. الـ ISSN يقرأ هنا الدولة يقرأ هولندا، بينما هي بالصين تصدر من الصين، فإجا منع عليها بالفعل من قبل الوزارة، يقول لك هاي المجلة لا تعتمدوها لأنه هذه موثقة. فإذا هذا الـ ISSN portal شيء مهم عندي، وأيضا الـ DOI هذا أبحث به، إذا المجلة البحث به الـ DOI إذا اشتغل أوكي، إذا ما اشتغل أنا أشوف، بس حتى لو أوكي، حتى لو اشتغل هو أوكي، أشوف المجلة عدد بحوثها على الويب سايت مالتها مطابق لما موجود بسكوبس ذاك الوقت، أنا أطمئن أنزلها. بس ما اروح ادز البحث مالتي لمكتب او شخص هو ينشر لي البحث، هذا الشيء مو صحيح، هذا الشيء مو صحيح. انا ادخل على اي مجله، مثلا هسه عندنا هاي المجله هي هاي نفسها، ادخل على السيستم مالتها هذا واشوف وين اكو مال سبميت يور بيبر، اروح عليه واقسم البحث مالتي. هذا تمام نعم. الصورة راحت. الصورة راحت لحظة. وصلت الصورة. لحظة دكتور. اي تمام دكتور. اجت. اوكي. بس هذا هنا Publishing System مال هاي المجلة، أي مجلة هذه صفة؟ هذا هنا يقول اتصل بهم حتى نقول لك شلون تسوي الكونتاكت مالتنا، أوكي نتصل بهم وشوف شنو الاجراءات وندزلهم البحث لهم دايركت، ما في داعي انا اروح على شخص، المجله تتعامل ويا الباحث مباشره مو ويا مكتب.
اللي يتعامل مع مكتب ترى بحثه يضيع، بحثه يضيع. انت عندك مجلة تتعامل وياها مباشرة، هاي هنا نفس المجلة، هذه هاي المجلة Journal of Positive School Psychology. شوف هنا انا راسا عن صفحة مع التكاتب هي submission، يعني submit paper. اول شيء يقول سوي لك حساب، والحساب ببلاش، كمت معلوماتك، اسمك، ايميلك، وخلاص يفتح لك السيستم مال السبميشن، ترفع البحث مالك، انتهى الموضوع. ما يحتاج لا مكتب ولا شخص وسيط بيني وبين المجلة، المجلة تتعامل ويا الباحث مباشرة. اكو عندي بعد نقطة اخرى يعني مهمة عندي، مثلا هذا الـ SJR، هذا الـ SJR اللي هو هذا الموقع www.scimogjr.com، هذا العنوان مالته. هذا الموقع كلش مهم عندي، ليش؟ لانه مرات يحكون عن المجلة، يسولفون الناس الباحثين من كل العالم، اوكي، ينطون عليها نقاط ملاحظات هم صارت هم مشاكل وياه. مثلا خلي اشوف قد اي مجلة بلكن تطلع عندنا هنا، هسل هذا تشاينا ويست تشاينا يونيفرسيتي اوف ميديكال ساينسز. انا ما اعتمد على هذا المجلة الموقع لتقييم مجلة، لا، انا اريد اشوف الناس ايش قايلين عليها، الناس ايش قايلين عليها. خلي اشوف هنا ايش قايلين على هاي المجلة. هذا هنا أنا اكو كاتب، يا ابو هذا احنا نريد بليز جيف يور كونتاكت ديتيلز، هذا مجاوبه يقول له روح للمجله، هذا يقول ايش قد سعرها، هذا ابو الموقع يقول له روح ارجع على المجله. بس اكو ناس يكتبون يقول لك هاي المجله لها موقعين، وبالفعل احنا كشفنا عده مجلات لها موقعين عن طريق هذا الاس جي ار، يعني عن طريق الناس اللي يشرفون هنا بالكومنت، اوكي. خلنا نجرب قد مجله منها ذني، مثلا هذه شوف هذه الانترناشونال جورنال اوف هيلث ساينسز، قبلها خلينا نشوف هذه البوزيتيف سكول سايكولوجي شنو الكلام اللي عليها. موقعها تركيا قالي عليه الناس. شوف هذه الكومنتس، مجموعة كومنتس. شوف هذا we need original website for the John Fodder School. I think the following website is not correct and maybe the journal was hijacked، يعني مفترسة أو مختطفة. شوف نعطيني موقع هنا آخر، نعطيني موقع آخر إلها، أوكي. هذا هنا أيضاً بيحكي بيسولف، هذا بيسولف. فعن طريق هذا الكلام الكومنتس مال الناس فإحنا كشفنا هواي مجلات قبل لا نروح نتعب نفسنا ونفحص المجلة وندرسها. عن طريق الاس جي ار نشوف الكومنتس مال الناس، شوف ايش قايلين عليها، ونفهم شنو قصة المجلة. يعني أنا إذا صعب علي الترجمة ممكن ناخذ الترجمة الصوتي ونروح على الجوجل ترانسليت، ننطي الكلام ونشوف شنو معناته، اوكي، ترجمت الكلمات شنو القصة. اذا هذا الـ SJR هذا ايضا جزء من الفحص مالتي للمجلة اللي انا اريد اعتمدها كمجلة عالمية رصينة. بعد اكو عندي موقع البيل ليست، طبعا هذا الموقع عملت الوزارة علينا وقالوا تشتغلون به، تشتغلون على اساسه. اي مجلة موجودة بهذا الموقع تعتبر غير رصينة وما نعترف بها بالترقيات، ولا حتى
مو على مود الترفيه، يعني اي نشر بهم ممنوع. هذا الموقع الحقيقه متوقف، يعني الموجود به هو هذا وماكو تحديث عليه لحد الان. اخر تحديث صار عليه نشوف الجو تو ابديت 2016 last updated ديسمبر 2016. اذا بعد 2016 اي مجلة جديدة نزلت انا ما اعرفها، انا موجودة هنا، هذا هنا محدد في 2021، بعدها ما عندي. زين، بالحقيقة هذا الموقع هو لمجموعة اشخاص عددهم يمكن 10 أو 12، وبعدين عفوه. بقى اللي يسوي أبديت لهذا الموقع هو شخص واحد يدرس بوست دكتوراه في إحدى الجامعات الأوروبية وما يقدر يذكر معلوماته هو وين بالضبط بيا جامعة، لأنه أكيد راح يستهدف، لأنه هو ضارب جامعات كوما، ضارب مجلات كوما، ضارب دور نشر كوما، فلذلك ما يقدر ينطي معلوماته. هذا تمام جاء بالكونتاكت هنا، من تدخل على هاي الكونتاكت تلقى هو كلام هو كاتبه، وتلقى تعليمات ايضا، ويقول لك راسلني اذا تريد بس ما اجاوب عليك لانه انا مشغول. المهم نشوف الببلشرز، مثلا STM. هذا الموقع، هذا ويب سايت، عفوا دار نشر. احنا اليوم لدفنا هذا الاس تي ام بصراحة، اس تي ام كونكت. هذا من اريد افتح دار نشر لقيته موجود بالموقع، هذا من اريد افتحه ما يفتح، يبقى يجي بالاخير يقول لي ما اقدر اني افتحه، هذا الموقع ما موجود بالفعل. ليش؟ لانه غير الموقع مالته، هذا غيره سواه غير موقع، سماه غير غير دار نشر، سماه غير دار نشر. اوكي، شلون انا افهم هذا الموقع هسه هو ايش وقت الحجز وشنو موجود المعلومات فيه؟ خلنا اروح على الكونتاكت. شوفون هنا عندي عده مواقع، ببلشرز، ستاند الون جورنال، حجاز جورنال، misleading metrics. خل اختار هذه archive.org. هذا الموقع هنا هو حاجز كل دور النشر والمجلات اللي قال عليها هذه مختطفة او مفترسة وغيرها من التعبيرات. هنا يقول تشوفون هذا الموقع scholarly open access. شوف هنا هذا غير شيء، هنا يعني اذا اريد انا هسه اروح ادور على الاس تي ام حرف الاس كنترول اف اس تي ام، هذا الموقع اس تي ام كونكت هنا موجود عندي. هسه لما اسوي كليك عليه راح يفتح في ذلك التاريخ قبل لا ابو دار النشر يغيره. شوكت ابو بيل لاب خلاد القائمة مالته راح يطلع عندي، وشنو كان موجود في هذا الموقع. شوفوا هذا بذلك التاريخ، ذا تاريخ باع هنا اكتوبر على لي فوق، على اليمين لي فوق اكتوبر 30/2016. شوفوا هذا الموقع ذاك التاريخ يوم 30/10/2016 كان هذا هو الموقع. اوكي، اذا تروح على اي وحدة من هاي المجلات، مثلا خلينا نقول مثلا هاي المجلة شوية يتأخر، هاي المجلة هذا الحكي شو وقت ذاك التاريخ 30/10. اختار مثلا فاست اشوز الاصدارات السابقة، شوف شنو دي تقول بها اصدارات، بها هاي الاصدارات. خلينا نختار واحد من عندهم، مثلا هذا اول واحد
هذا موجود، ما اقدر اجيبه. نشوف هذا. إذا هم ما كنت شفت مجلة أخرى الداخل دار النشر هذه. أوكي هذه. فمثلا نشوف هذا البحث. خلي أدور عليه بالجوجل لأنه هو دار النشر مسدود وما أقدر ألقاه. فأدور عليه بالجوجل شوف وين موجود هسه. هذا النشر البحث موجود هنا. بس هو العنوان مالته UPC Mutation Detection هلا ما في دارجة هلا نشوفه هذا مثلا أنا قبل لا أرجع وياكم جربت وطلعت مجموعة بحوث هو هذا البحث غير واحد واحد على غير واحد multi-predict ما دعجة هاي البحوث راحت بس أنا طلعت مجموعة من الأدوية صراحة هل أروح على غير واحد اوكي هاي نختار هذه مثلا هاي المجلة من نفس دار النشر طبعا مو شرط كلها تلقاها نشوف فاست اشيوز طبعا هاي انت بتدور بالماضي الموضوع مو سهل بندور بالماضي ما علينا لسه الاشيوز مثل الكونتنت خلي يحمل انا ما بيها اوكي شوف هذا طبعا اذا تشوفون بس اربع مجلات حاليا بهذا دار النشر بذاك التاريخ حاليا الموقع الجديد مالته بفوق ال 100 مجله فوق ال 100 مجله هسه اشوف لكم اياه الموقع الجديد مالته طبعا اللجنه الاعتماديه عندنا بجامعه دياله بتشتغل شغل ثقيل كلش وايد يتعبون المجله يدرسوها ل ايام يجوز او اشهر او بعض من يحتاج ساعات عندنا مجموعه من المجلات دا ندرسها صار لنا حوالي شهر وبعدنا ما نطينا قرار بهن طالبين بهن اعتماديه هذا ما موجوده ما موجود خلي هذا لان هذا ما اريد اضيع وقتنا به عشان غير موضوع هذا بالنسبة لي دور النشر. إذا أروح على ستاند ألون جيرنال أيضا عندي قائمة أي واحدة من هذني المجلات ممنوع النشر بها حسب كتاب الوزارة
طبعا احنا بجامعة دياله طلعنا قائمة اخرى غير هذه اللي موجودة بديل، قائمة اخرى طلعناها درسناها للمجلات، طبعا طولنا ايام وليالي لكل مجلة، تأكدنا من عدها 100% شنو هاي المجلة، يلا حذرنا من عدها. اذا هذا هو موقع النقطة الاخرى اللي يشيك بها، او الاداة الاخرى اللي يشيك بها المجلة هل هي رصينة او لا. تشوفونك هنا ادعب بالادب، ادوس على حجاب جيرنالز اللي هي المجلات المختطفة، مجلات المختطفة يعطيك جدول يقول لك المجلة المختطفة المزينة هذه الأصلية هي على اليمين، أوكي؟ مثلاً هاي أكتا بايو إثيكا، هم أكتا بايو إثيكا، شوف الموقع مال هذه وين يوديك، وشوف الموقع مال هذه وين يوديك. الموقع المختطف عزل لأن انكشف، والموقع الأصلي هذا بيفتح هسه أمامنا، فتح، أوكي؟ هذا وين؟ من الأدرز حجاب جيرنالز، اوكي؟ أنا ما أريد أضيع بعد وقت أكثر، أقول إذا عندكم أسئلة أستاذ مؤيد نفتح باب الأسئلة لأن ما بقى نشيل المحاضرة، أخاف أكو أسئلة بعد. تمام دكتور على راحتك. طيب ما تفتح شوف الأسئلة المطلوبة. نعم دكتور، بس هذا قدامنا سؤال يقول ممكن إعطاء أسماء المجلات المعتمدة والرصينة حتى لو مثالين؟ أوكي، أنا في نقطة صراحة نسيتها، بس هذا السؤال ذكرني، راح أعيد الشير مال الشاشة. واني اشكر صاحب هذا السؤال، صراحه ذكرني بنقطه كلش مهمه، اني نسيتها واسف جدا. مثلا كمثل انا اريد ابحث عن مجله اريد انشر بها بحثي بسكوبس، الحساب اللي امامكم مال سكوبس حساب رسمي فول اكسل يدخل على كل شيء موجود بسكوبس، انتم ما عندكم هذا الحساب، انا عندي لأن أنا عندي غير شغلة، حصل حساب فري من سكوبس. أنتم يظهر عندكم هو بس هذا اللي أمامكم، بس هذا اللي أمامكم غني جدا بالمعلومات. أنا أريد أدور على مجلة باختصاصي كمثل، أنا طبعا اختصاصي مو فنون جميلة، أنا اختصاصي هو هندسة اتصالات، بس أريد مجلة باختصاص الآداب آرت أو أي شيء آخر. فإذا أدوس على هذا السهم، هذا على اليسار اللي فوق صف الـ ISSN، أدوس عليه يطلع لي أربع اختيارات: Subject Area، Title، Publisher، ISSN. Subject Area و Title و Publisher. Publisher هو دار النشر، إذا أريد أبحث عن دار نشر مثلا كتبت Publisher اختاريتها، هسه لازم اللي كتبه هنا هو عبارة عن دار نشر، مثلا اكتب خليه بغداد، شوف ايش طلع لي بغداد، يونيفرسيتي بغداد، هذا دار نشر هو معتبره يونيفرسيتي بغداد كولج فارماسي، هاي كلها معتبره دور نشر. مثلا اكتب سبرينجر، طلع لي هذول كلهم دور نشر سبرينجر. زين اذا ما اريد ادور على دار نشر، اريد ادور عن طريق Subject Area اللي هو الموضوع مالتي، أنا أريد مجلة في مجال الآداب وغيرها، يعني Art خلي أكتب Art.
شوف ايش طلع لي بالارت. عندي art and humanities, general art and humanities, visual art and humanities. مثلا هذا الاداب اللي ما اعرف ايش ترجمتها بالعربي, السمعيه والمرئيه يمكن هي هاي القصد بها. طلع فيها 658 مجله اللي يقول ماكو في اختصاص الاداب هاي هذا المجال الفيجوال ارت اند بيرفورمينج ارت, اللي يقول ماكو هذا المجال خصوصا جماعه الفنون الجميله, يقول ماكو باختصاصنا. لا هذه ايامها مرت 658 مجله, 658 مجله وتقدر تصنفهم حسب مثلا الكيو 1. دزت على كيو 1 اجي اقول له ابلاي, شوف شلون يطلع لي كم وحده. اكو 158 وحده كيو 1 بهذا المجال, 158 مجله. مثلا هاي فيجوال كوميونيكيشن, فيجوال كوميونيكيشن اتصالات المرئيه, اتصالات المرئيه هاي المجله كليك عليها لقيت معلوماتها هذه كامله. شنو الموقع مالتها؟ ادوس على هذه سورس هوم بيج, كليك طلع لي هذا موقع المجله. اوكي هاي المجله طبعا كلاريفيت, ايضا هاي المجله كلاريفيت. واضح اخوان؟ استاذ مويا شنو كان السؤال؟ هذا المثال نقدر نقول عليه واضح, طلعته من السكوبس, طلعناه من السكوبس. يعني انا رحت بحثت عن المجال اللي انا اريده وطلع لي مجموعه مجلات هنا تصنفت على كيو 1. خلي اقول مو كيو 1, مثلا كيو 3 اقول له ابلاي, جاب لي حيطلع لي 133 مجله. هاي كلها في اختصاص اللي دورت عليه اني. مثلا خلي هذا هنا من الاختصار, شوف هنا يقول فوتوغرافي اند كلتشر. خلي نشوف مجله في غير اختصاص, مثلا خلي نقول طبعا اذا ما اكتب هو اصلا يعطيني قائمه واختار من عندها. مثلا فود ساينس, فود علم الطعام, وما اعرف الترجمه الحرفيه ما ادري شو يسموها, ما ادري مو اختصاصي. انا اختصاصي هندسه, مثلا خلي اكتب كوميونيكيشن كمبيوتر نتوركس اند كوميونيكيشن كمبيوتر ساينس. كليك عليها واقول لها ابلاي, طلعت لي مجموعه من المجلات 64 مجله في هذا الاختصاص اللي انا يعني طلبته. اوكي اذا هذه مجلات موجوده بداخل سكوبس فعلا, بس ايضا انت لازم ما تعتمدها دايركت, تدرس المجله زين. لانه احنا لا ننسى هسه هذه المجله مثلا جيرنال اوف بوزيتيف سكول سايكولوجي موجوده ايضا بسكوبس, بالفعل موجوده لكنها محتاله, حالها حال انترناشونال جيرنال اوف هيلث ساينسز ايضا اللي هذه اللي هسه شفناها. اوكي يعني رغم انه انا طلعت مجلات بالاختصاص اللي اريده من داخل سكوبس, بس ابقى لازم اتاكد من المجله قبل لا اعتبرها كمجله عالميه رصينه. شكرا جزيلا لحضراتكم. اعطينا الاسئله استاذ معين. تمام دكتور. يقول ممكن ارسال اسماء المجلات الغير رصينه التي اشرتم اليها؟ والله هاي تعممت. هو صاحب السؤال منين؟ من جامعة ست ندى, بس ما قايل منين. اوكي هي قامت عممت بداخل جامعتنا, وايضا راحت بكتاب رسمي الى وزارتنا الموقره, وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. يجوز الوزاره تشتغل عليها وتدرسها, ما اعرف بعد, بس احنا دارسينها للوزاره بالاضافه الى جامعتنا. اوكي بعد اكو اسئله بعد؟ دكتور انا نشرت بحث بسكوباس, وحاليا حضرتك تقول هي خارج سكوباس. للعلم عندي دي اعتماديه, ومن شروط الاجازه الدراسيه في نشر بسكوباس. وين هذا السؤال؟ وين صح السؤال؟
مدرس مساعد سمر عباس. من جامعة ناس استاذ مويد؟ والله دكتور ما اعرف، ما كاتب منها جامعة، ما كاتب. عيد الاعدام استاذ احمد؟ اعيدك يا دكتور؟ نعم. اني نشرت بحث بسكوباس. زين. وحاليا حضرتك تقول هي خارج سكوباس. يعني انا انت طلعت مجلة خارج سكوباس؟ اي ما اعرف شو هي دكتور. انا ما طلعت هسه مجلة خارج سكوباس. تمام. انا ما طلعت هسه مجلة خارج سكوباس. اتوقع يعني صار سوء فهم. احتمال مستحمى بال يعني مجلات هسه انا اذا بالعكس هسه طلعت مجلات من داخل سكوباس. وحكيت عنهم، ما طلعت اي مجلة خارج سكوباس وحكيت عنهم. انا ما قلت مجلة خارج سكوباس، وانما قلت مجلة موجودة بداخل سكوباس. لكنها محتالة محتالة تنشر بحوث على موقعها فقط لكن ما تنزلها المسكوبة. أنا ليش قلت مو غير كلام، أتوقع ما فهموا لي صحيح. تمام. سؤال آخر دكتور، إذا نشر بحث قبل تعميم الوزارة بعدم النشر في المجلة فما مصيره؟ هذا بعد هو والوزارة بصراحة ما أعرف شو أقول، أنا ما أقدر أحكي، أنا ما أقدر أحكي. هو هذا البحث هل هو من أجل الترقية؟ إذا من أجل الترقية يختلف عن من أجل المناقشة اللي هي مال الدراسات العليا. إذا من أجل الترقية فالتعليمات واضحة، لازم البحث يكون موجود بالبروفايل مال الباحث داخل سكوبس أو كلاريفي. اما اذا من اجل المناقشه فهو الكليه بعد انا ما اعرف. انا بالنسبه لي وضحت لكم شلون نتاكد من رساله المجله العاديه حتى نعتمدها. اما شنو راح انا مالي دخل بها بصراحه، ما اقدر انا افتي 100% واتكلم عن الوزاره، ما لي حق هني. تمام. شكرا. سؤال اخر. دكتور هذا والله سؤال عام، شنو المجلات اللي ممكن ننشر فيها؟ هي المجلات اللي موجوده بقانون الترقيات هذا اللي تكون صادره من هيئات جامعيه او مؤسسات علميه او جهات متخصصه معترف بها ان تتبع المنهج العلمي في تحرير بحوثها ويخضع ما ينشر فيها الى التحرير العلمي، أن يشرف عليها متخصصون من حملة شهادة الدكتوراه أو من حملة المرتبة العلمية الأستاذ المستاذ المساعد وغيرها، أن يتوافر بها الرقم المعياري ISSN، أن تصدر وفق المعايير المحددة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لأن هاي تعليمات موجودة في قانون الترقيات، هاي هي المجلات اللي ممكن تنشر بها. نعم. صراحة ما عندي غير إجابة لأن السؤال جدا يعني واسع محدد. صحيح. سؤال اخر دكتور يقول كيف افحص المجله المختطفه؟ واحنا هسه كلها خطوات وضحناها. نعم. كلها خطوات وضحناها انه اول شيء انا اشيك الاي اس اس ان مالتها، ثاني شيء افحص الدي او اي مالتها، ثالث شيء ابحث عليها بالبيل ليست هي ودار النشر مالتها، رابعا اروح اشيك عدد البحوث مالتها شقد ناشره بالصفحه مالتها، عدد البحوث اللي هي ناشرتها بصفحتها اشيكهم اقارنهم مع عدد البحوث الموجودات بداخل سكوبس. هل جميع البحوث موجودة بسكوبس؟ اذا لا في هذه المجلة يعني اقدر اثق بها. نعم. نعم. كيف اعرف المجلة في اي ربع؟ ها مجلة في اي ربع، اوكي. عندنا احيانا مثال Visual Communication Scopus Cover Year من 2002 حتى الآن. شوفوا هذه السايت سكور مالتها، أكو سايت سكور أن رانك أن أضغط عليه هذا يطلع لي هذا هنا المخطط على اليمين. أشوف شنو آسف جدا لحظة. شاشة موجودة هسه؟ لحظة دكتور والله. نعم.
اي اجتني دكتوراه. اوكي اوكي هذا مال سكوبوس سورس ديتيلز فيجوال كوميونيكيشن في المجله باختصاصين باختصاصين اشوف ارتس اند هيومانيتيز هذه وسوشيال ساينسز كوميونيكيشن التواصل الاجتماعي. اوكي ما اعرف ترجمتين كيفكم شنو اشوف هنا هذه اللي جوا سايت سكور رانك اند ترند هذه اضغط عليها اشوف يطلع لي هذا المخطط على ايدي اليمين هذا المخطط احسب من فوق 1 2 3 4 4 4 فهي موجودة حاليا هذا المخطط كله موجود الخط الاحمر كله بالربع الاول فوق اذا هاي المجلة بالربع الاول من سنة 2017 الى سنة 2021 اوكي اشوف هاي المجلة مثلا خلينا نختار غير واحدة نشوف مثلا هذا المجلة هذا ايضا بها اختصاصين خلي نضغط على هذه نشوف شنو التقسيم في سنة 2017 موجودة بالربع واحد 2 3 ب 2017 بالربع الثالث ب 2018 بالربع الرابع 2019 الرابع 2020 الرابع 2021 بالربع الثالث هذا شنو؟ هذا الاختصاص الاول Computer Networks and Communication شوف الاختصاص الاخر مالتها Computer Science Application اضغط عليه اشوف شنو التسلسل مالته شو صار بيا ربع هذا ايضا بالربع باديه بالربع الرابع وبال 21 ساعه للربع الثالث شلون احسب الربع الاول ثاني ثالث اوكي هاي بهاي الطريقه انا اقدر اعرف الربع مال المجله المجله احتمال بيها اكثر من ربع المجله بيها اكثر من ربع يعني كل اختصاص يجوز بربع معين هسه هاي المجله بيها اختصاصين هذا الاول وهذا الثاني اوكي كل واحد من عندهم يجوز بربع خلينا نشوف غير مجله خلي نروح على السوفت تاخذ مجله تكون شويه عادية عندها عاليات ولكن قويات يلا خلينا نختار هذه هاي مؤتمرات لحظة جورنالز نختار فقط ابلاي مجلة هاي مثلا جيولوجي نشوف الاختصاص فيها هذه اختصاص واحد بالربع خلينا نشوفه هذا كله بالربع الاول كله بالربع الاول لاحظوا كله بالربع الاول لكن بال 22 الظاهر طالعة من سكوبا الظاهر خلينا نشوف ما كاتبها هنا ما كاتبها بس لو تروح للاكسل شيت مال سكوبا سكوبس يجوز تلقاها بالفعل طالعة بهاي السنة بس هي مجلة قوية ما اعتقد تطلع خلينا نشوف غير مجلة مثلا جماعة الاثنين وثلاثة لايك اختار اي مجلة مثلا هذه هذا اذا بها اختصاصين بها اختصاصين اشوف الاختصاص الاول بالربع بعد كانت بالربع الاول مشيت بعدين نزلت الربع الثاني هذا الاختصاص الاول اللي هو اول واحد هذا شوف السوفت وير الاختصاص الثاني مالتها وين وين موجود ايضا بالربع الثاني الربع الثاني خلي اروح ادور غير شيء اكتب مثلا اقول ام دي بي اي حاليا ينشر بكثره خلي اطلع دار النشر دار النشر ام دي بي اي
Multidisciplinary Digital Publishing Institute MDPI أظن أبلاي راح يطلع لي المجلات مال MDPI على كل المجلات مال MDPI مثلا خلينا نختار موعدها ال خلينا نشوف هاي السينسرز كمثل السينسرز كمثل يعني أنا أي مجلة ما أدري هاي كم اختصاص بها ضوء بها واحد بها اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كل واحد من هذني يجوز موجود بروع خلنا نشوفهم أو منها تقدر تعرفهم بروع هذا أول اختصاص موجود بالربع الأول ثاني اختصاص موجود بالربع الأول ثالث اختصاص موجود بالربع الأول رابع اختصاص بالربع الأول الخامس بالربع الأول السادس بالربع الثاني خلنا نشوفه سادس اختصاص بالربع الثاني شوف هذه بالربع الأول أول اختصاص خلنا نشوف الاختصاص الأخير يقول لي بالربع الثاني بالفعل بالربع الثاني شوف الاختصاص مثلا هذا وين بيربع مفروض بالأول حسب التسلسل اللي شفناه أيضا بالربع الأول إذا هاي الطريقة اللي أقدر أعرف بها الربع مال المجلة مو ربع المجلة وإنما ربع الاختصاص مال المجلة لأن المجلة احتمال فيها أي أكثر من اختصاص كل اختصاص يكون موجود بربع يجوز يصادف كل الموجودات في نفس الربع إذا لا تقول أنا إذا أعرف ربع المجلة وين لا قول الاختصاص مال هذا البحث مالتي موجود بهاي المجلة زين هاي المجلة بها هذا الاختصاص بها ربع موجود هذا السؤال المفروض يسأل شكرا جزيلا سؤال آخر نعم دكتور أكو سؤال يقول أرجو من دكتور منتظر تنزيل قائمة بمجلات سكوباس الخاصة بالعلوم الإنسانية تحديدا التاريخ في أي حساب تابع لجامعة ديالة احنا عندنا حساب بجامعة ديالة سوينا في جروب لطلبة الدراسات العليا شوف هنا شؤون علمية طلبة الدراسات العليا وداخلين في 259 عضو فقط ما دخلوا بيهم كلهم هذا الجروب هو على الجوجل شات نزلنا فيه طبعا شوف الموجودين في طلبة الدراسات العليا وبعض أعضاء لجنة الاعتمادية ومسؤولين شعب الشؤون العلمية بجامعة ديالة أقصد مسؤولين شعب بقسم الشؤون العلمية بجامعة ديالة إذا تلاحظ هنا يعني هاي أول وحدة هذه قائمة مجلات كيوثري بتخصصات الأعمال والإدارة والمحاسبة هذه قائمة أخرى بتخصصات Q2 هذه Q1 نفس الاختصاص هذه الفنون والعلوم الإنسانية بألف مجلة هذا أيضا يعني احنا مجلين هو القوائم لكن هم الطلبة يعني الله يحفظهم ويوفقهم إن شاء الله ما دخلوا على هاي الجروبات وهذا مو ذنبي آني ولا ذنب جماعتي بقسم الشؤون العلمية ولا ذنب ما أعرف يعني ما أعرف شو أقول هم من يقبلون يدخلون شو أسويهم يعني احنا منزلين هالقوائم بالفعل شوفوا هنا العلوم الاجتماعية بها هواي مجلات هاي بها 978 مجلة هنا 940 مجلة هنا 522 مجلة منزلين هواي لكن هم ما دخلوا انا شو اسوي استاذ مويد بعد ما ادري سؤال اخر اكو بعد اسئلة نعم السلام عليكم دكتور شلون اعرف هاي المجله ستخرج من سكوباس لان بعض المجلات نجد رابطها بسكوباس وبعد فتره تصبح مفترسه اي من تشوف السلوك اللي شرحناه قبل قليل نزلت النشر على صفحتها وما موجود بسكوباس يحط لك امباكت فاكتور وهمي هذا دليل على ان هاي المجله مو خوش منهج ربحي فقط اوكي بالإضافة الى هذا مو شرط يكون الربع مالتها كيو 4 يلا تطلع لا يجوز هي كيو 1 وتطلع بالفعل اكو مجلات كيو 1 طلعت كيو 2 طلعت من سكوباس ليش بسبب سلوكها المو صحيح
وهذا الشيء تقدر تروح على سكوبس، خلي ادخل لك هنا على سكوبس الصفحه الرئيسيه، تقدر تروح تنزل. انا لانه داخل بالحساب المدفوع الثمن، يعني هذا وات از كونتنت كونتنت كفرج، يوديني على الديتيلز. هاي هنا اكو داونلود كونتنت كفرج جايد، اوكي تقدر تفتهم من عنده شنو المجله. ايضا اكو هنا يدليك على اكسل شيت بكل المجلات الموجوده بالسكوبس، الموجوده واللي طلعت وليش طلعت، حتى تعرف انت الاسباب ومن عندها تفتهم يا مجله ممكن راح تطلع من سكوبس. هذه هنا رابطين. سؤال اخر، كيف يمكن معرفة سرعة النشر للمجلة؟ هذا مكتوب على صفحة المجلة، مكتوب على صفحة المجلة يسموه فريكونسي، يعني ايش كم عدد بالسنة. وايضا مكتوب بالانستركشنز فور اوثر، تعليمات خاصة بالباحث. احنا من اول ما نستلم البحث الى ان نعلمها اونلاين نستغرق هالقد وقت، وهذا موجود على صفحة المجلة. وكل مجلة تختلف عن الأخرى، أكو مجلات تطول سنين، أنا عندي واحد من البحوث طول عندي سنة ونص، أكو بحث طول عندي سنة وشهر، أكو بحث طول عندي شهر. أما المجلات اللي تنطيك قبول نشر خلال ساعة لنص ساعة، فخلي ببالك هاي مجلة كلاوات. نشر بأسبوع، هذا مجلة كلاوات. سؤال آخر، أكو سؤال هنا دكتور يعني تجاري، يقول دكتور شكرا لك بس ممكن سؤال، ليش هيك سكوبس نشرها غالي؟ المجلات اللي بسكوبس واللي بالكلاريفيت ترى مو كلها بفلوس، يعني نسبة عالية جدا من المجلات الموجودة بسكوبس وكلاريفيت ببلاش. أعطيكم مثال، أنا ما ناشر بمجلة عندي 37 بحث منشور بكلاريفيت، ما ناشر بحث بفلوس كلها ببلاش، غير أنتم تروحون على المجلات اللي بفلوس، ما حد غاصبكم وما حد جابركم، روحوا على المجلات اللي ببلاش خلاص. سؤال آخر؟ نعم دكتور. دكتور يقول إذا أمكن نريد قائمة المجلات المعتمدة بهندسة الحاسوب والسيطرة جامعة ديالة، مع الشكر. والله بصراحة إحنا دا نشتغل لجنة الاعتمادية دا يشتغلون على قوائم مجلات، واحدة من عندهم ما تحتاج اعتمادية، اللي تحتاج اعتمادية إحنا نزلناها، عفوا إيه نزلناها بالجروب هذا. اللي منعنا النشر بهم حضرنا من عندهم ايضا نزلناها، فاذا هم ما وصلت لهم بعد ما اعرف شو يعني. انا قبل شوي شرحت لكم هنا هذا جروب للطلاب مسوي، وجروب اخر للاساتذه، هذا في 412 تدريسي من جامعه ديالى، هم ما دخلوا شو نسوي لهم؟ منزلين هاي قوائم موجوده، منزلين هواي قوائم، هم ما اشتركوا بهاي الجروبات، شو اسوي لهم؟ يعني احنا ما قصرنا ترى نزلنا. سؤال اخر دكتور، عندنا دكتور صوفيا ايميل حضرتك. نعم ايميل حضرتك. ايميلي؟ نعم انطيهم الايميل استاذ معيد. دكتور الايميل هذا هسه ان شاء الله بالنهايه لين سماع موجود عندك. والله دكتور يا ريت كوبي وتنزل هسه انا انزلها هسه انا هذا ايميلي. تمام ما اعرف نزل ولا
اي تمام نزل انا ما اقدر اشوفه عشان طلع بالشات. اوكي دكتور يقول الاعتماديه تفي بالترقيه ان البحر ضمن سكوبات. لا 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 الاعتماديه ما لها دخل بالترقيه، احنا نعطي اعتمادي. هاي اتوقع اللي بيسال من جامعه دياله اتوقع. المجله دكتور مريم ابراهيم حمود القرعاوي. ما نعرف من يا جامعه؟ ما نعرف من يا جامعه لا والله. اوكي الاعتماديه نقصد فيها هنا بشغلنا هذا اعتماديه للمجله مو اعتماديه للبحث. اكو رساله مال البحث هم يسموها اعتماديه، هذا بعد النشر نجي نتاكد بالترقيات هل هو موجود ببروفايل الباحث بسكوبس او كلاريفيت، هذا واحد. اما الاعتماديه قبل النشر فهو للتاكد انه المجله رصينه عالميا فقط، ما له دخل بالترقيه. يجوز هو نشر بمجله بس المجله ما نزلت بحثه بسكوبس، فما له دخل هاي الاعتماديه بهاي الاعتماديه الاخرى. سؤال اخر؟ نعم. كيف نبحث عن مجلات لاغراض النشر البحوث اللي نعتمدها بكتابة الأطروحة نقدر نبحث عنها ونشوف رصانتها؟ احنا هسه وضحنا هذا الكلام شلون نبحث بداخل سكوبس عن المجلات. سؤال غيره؟ لا. بلي اكو بس احمد الدكتور. نعم. يقول هل يمكن ارسال نفس البحث لعدة مجلات في نفس الوقت لغرض الحصول؟ ابدا ابدا لا تسووها ابدا. تعتبر يسموها اخلاقيات البحث، هي ضد موضوع اخلاقيات البحث، هذا الشيء مو صحيح. ترى تتحاسب قانونا، يعني اذا اللي قبل تتحاسب. احنا طبقنا بعض البحوث منشوره مرتين واتخذنا اجماع لازم بها. ديروا بالكم تسوون هاي الشغله، ابدا لا تسويها ابدا. نعم. إذا نشر بحث وكان موجود في صفحة الباحث بسكوباس وبعدها خرجت المجلة، هل يعتمد البحث أم لا؟ يعتمد طبعاً يعتمد. نعم. دكتور ما رأيك في اعتماد المجلات المحلية بشكل عام؟ شلون؟ ما رأيك باعتماد المجلات المحلية بشكل عام؟ رأيي أني؟ نعم. هو أنا شنو حتى أقيم عباقرة أسسوا هاي المجلات وفقا لشروط التعليم العالي العراقي؟ أنا ما أقدر أقول رأيي بهذا الكلام، بس أقول لكم ترى مجلاتنا المحلية رصينة جدا جدا رصينة. سؤال آخر؟ نعم. يقول هاي دكتورة صوفي أيضا يقول بحثت عن مجلة اسمها سستينابل. سستينابل؟ نعم. وجدت بحث باسمها في سكوباس مجلة، وفي البحث على الاسم توجد غير مجلة. هلا شوف هذا السؤال وين؟ دكتور فوق واي فوق. يعني هي دكتور هي مدورة على مجلة اسمها سستينابل وين؟ بسكوباس. زين. ومسوية بحث ما قايلة وين عن اسم توجد غير مجلة. خلي تشيك الاي اس اس ام تشوف نفس الاي اس اس ام الطريقة اللي وضحناها قبل قليل بالاي اس اس ام بورتال. بعد افضل مجله عراقيه ما اعرف اي افضل مجله عراقيه بصراحه، كل مجلاتنا المحليه رصينه ومعتمده. غير سؤال. نعم. لحظه واحده دكتور. مختصر الدي او اي شنو هي الكلمات؟ ديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير. Digital Object Identifier. بعد نعم.
يقولون كاميرا صوتي طالعة، أطفي الكاميرا أنا آخر. أي نعم دكتور صورة طالعة. أوكي. طالي يمك شافني. أوكي. هذا السؤال معيون. يقول لازم عندي حساب بسكوباس حتى أقدر أشيك المجلات داخل الموقع؟ لا لا ما يحتاج، ما يحتاج. أنا هسه أفحص لكم بدون يعني ما أحتاج هذا الحساب اللي تقولون عليه. مجرد تدخل بدون ما تسوي حسابك تقدر تسوي كل شيء. ما عدا البحث عن يعني تريد تدور على بحث داخل سكوباس. ما تقدر هذا الكلام، أو تدور على جامعة داخل سكوباس ما تقدر. هو ينطيك إمكانية البحث عن مجلات فقط. نعم سؤالك. كيف أعرف سكوب المجلة؟ موجود على المجلة مكتوب السكوب مالتها. موجود على المجلة نفسها. إذا أنتوا إذا أنا ما أقصد صاحب السؤال نفسه، أقصد الناس اللي ما يروحون على المجلة نفسها، يروحون على مكاتب أو ناس يدزنهم يقول لهم هاي المجلة نشوفكم فيها. فهو كيف راح يعرف السكوب مالته؟ لما ما بحث بنفسه عن المجلة داخل سكوب أو بالجوجل، بس لما يبحث بنفسه راح يشوف شو هاي المجلة بها الأشياء. الشخص كاتب سألت ثلاث أسئلة ولا واحد رديته عليه وضايج، حاط علامات مال إيموجي ضايج. بس أتمنى يعيد الأسئلة مالته. ويمكن ما أعرف اسمه بصراحة، أخاف بعدنا ما واصلي، ما أدري. هسه خلينا نكمل احتمال نوصل. أكو سؤال يقول كيف أنزل شيت الخاص بالمجلات الخارجة من سكوباس؟ هذا هسه قلته قبل شوية. ندخل على الصفحة الرئيسية مال سكوباس ويطلعها. سؤال آخر. نعم لحظة. يقول ما المقصود بكلمة midline score sourcing الموجودة في الأكثر من شيء؟ midline ما المقصود بكلمة midline sourcing؟ وين هاي موجودة؟ الموجودة في الأكثر شيء. والله أنا ما قاعد أحكي في شيء كثير ما المستوى أصلاً. أكلك وياهم. مدلان شنو؟ مدلان شنو؟ سورسيت. ما أتذكره. آسف ما أتذكره. أنا لأنه ما كنت أحس الشيء هسه قدامي وأشوف. وراك هو هذا السؤال أنا شفت أكثر من مرة جاوبناه. هل يمكن إرسال نفس البحث لعدة مجلات في نفس الوقت؟ التجاوب تحضرتك من عن باطن إيه؟ هذا هم عيودياته نفسه بعد. هذا سؤال معيود آخر. السلام عليكم. سرعة النشر للمجلة موجود قبل قليل، موجود على صفحة المجلة بعد. وهل الاختصاص العام للمجلة يكفي للترقية أم الدقيق في المجلة؟ حسب الترقية. هذا الموضوع مو يهمني بصراحة، حسب الترقية، نوعية الترقية، من مدرس مساعد إلى مدرس اختصاص عام، من مدرس إلى أستاذ مساعد اختصاص عام ودقيق، من أستاذ مساعد إلى أستاذ كل اختصاص دقيق بعد. نعم دكتور. شلون ندخل جروب شؤون العلمية؟ إذا كان منتمي لجامعة ديالة فقط. احنا نطينا الروابط، قلنا رابطين، واحد للأساتذة واحد للطلاب. مجرد يضغط على الرابط يدخل خلاص. سؤال آخر. نعم. إذا ما كان جامعة ديالة ما يقدر، لأن احنا نستمرين فقط لجامعة ديالة. إذا هذا جوابك على هذا السؤال. همينة يقول هو من غير جامعة.
يريد يدخل بجروب طلبة الدراسات العليا اذا ما يجوز. ما يقدر ما يقدر، لانه هو هذا احنا مسويه عن طريق الجوجل تشات. نعم. اللي هو مخصص لجامعة ديالى. يعني انا ناشر جدا، يعني كان بودي انه يدخلون عليه من غير جامعات ويستفادون، لكن ماكو يعني ما عندنا هاي الامكانية. جاوبنا هذا السؤال، جاوبناه، بس يقول ممكن اعرف شلون انزل الشيت لانه كان النت ضعيف يمي. يدخل على الموقع مال السكوباس. اوكي، يدخل على موقع السكوباس، ومن داخل موقع السكوباس اكو عنده اكسل شيت موجود بالنهايه بنهايه الصفحه، يقول له سورس ليست، كليك عليه ينزل يم الشيت، حجمه حوالي 26 ميجا او 27 ميجا ما اتذكر. سؤال اخر. السلام عليكم استاذ، شلون نعرف اذا المجله تأرشف البحث او لا؟ واذا نشر البحث بالمجله وطلعت المجله بدون ارشفه راح يعتبر منشور ضمن سكوباس؟ ما طول ما تارشف بسكوباس خلاص ما يعتبر منشور بسكوباس. نعم. صارت هاي الحالة، صارت عندنا تقريبا 100 بحث ما دخلن بسكوباس. شهر واحد طلعت المجلة من سكوباس، عدد كامل ما نزل 100 بحث. ورا هذا الشهر رجعت المجلة لسكوباس، رجعت تفهرس. إذا حصل البحث اعتمادية فهل يعتبر البحث بالترقيات ضمن سكوباس؟ البحث حصل على اعتمادية ولا مجلة حصلت على اعتمادية؟ هذا شو البحث؟ إذا حصل البحث على اعتمادية فهل يعتبر البحث بالترقيات ضمن سكوباس؟ احنا ما نمتي اعتمادية لبحث، احنا نمتي اعتمادية لمجلة. اما اذا اراد اعتماديه لبحث فهذا لاغراض الترقيه فقط، يجي عن طريق لجنه الترقيات فقط. ذاك الوقت لجنه رصانه البحوث تشتغل عليه. سؤال اخر. يعني هذا هو من خارج جامعه دياله ودريد قائمة المجلات الهندسة والحاسبات. مو ذكرناها قبل قليل، يدخل على سكوباس ويكتب الاختصاص اللي يريده تطلع له كل المجلات. بعد. ما تعمم الرابط انه بدياله، انا بدياله. لا احنا عممنا الرابط على التدريسيين والمعاونين العلميين والطلبة. واي واحد يزورنا في قسم الشؤون العلميه برئاسه الجامعه بدنا نعطيه رابط. لا ما جاوبناها الف مره عايده للسؤال. هل تم حدث موقع فريدكتوري الذي كنا سابقا؟ لا موجود، موجود بس بعد ما إمكانية التحديث مات نادرة جدا أو ماكو، ماكو تحديث أصلا. لأن مثل ما قلت لكم السبب شنو؟ تقدرون تعرفون السبب شنو موجود على الموقع نفسه اللي عرضته قبل قليل لكم، الموقع موجود واحنا بنفحص به، جامعة ديالى احنا بنفحص به. يقول هل المجلات المعتمدة في جامعة ديالى نفسها في باقي الجامعات؟ كل جامعة عندها سياستها الخاصة بها. ما عندي غير جواب. آسف. هذا يسأل على نفس السؤال هذاك الميد لاين سورسز موجودة في الاكسل شيت؟
والله انه قلت لك انا ما فتح اكسل شيت امامي حتى اشوفك. الشاشه ما مشيره هسه؟ لا لازم نعطيها باوز دكتور. اوكي. والله جاوبنا. هي خلصنا دكتور الاسئله. خلصنا الاسئله؟ بس اذا خلصنا. نزل لي رابط التسجيل. بس هم نزله مره ثانيه. إذا ماكو أسئلة حتى أوقف التسجيل. شكرا جميعا، شكرا جزيلا للجميع. أتمنى نشوفكم في وقت آخر إن شاء الله.